فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. صلى الله عليكم. قال رحمه الله سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد، قال يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده سعيد بن عامر، قال هو شيخ مصر منذ 40 سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات ما رأيته بالبصرة مثل سعيد بن عامر. هذا توثيق لهذا السند في منع تشبه المسلمين بالكفار، ودفاع عن رجال هذا السند وهؤلاء المفتين الذين أفتوا بتحريم التشبه بالكفار في بعض المسائل التي قد يستغرب بعض الناس المنع منها دون أن يعلم ما تحت ذلك من الأسرار التي تجر إلى الانخراط في سلك عادات الكفار وتقاليدهم.